السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل عشاق كرة القدم السورية حوالين العالم. يمكن امبارح وبعد ما تم الإعلان عن قائمة منتخب سوريا الأول واللي هتشارك إن شاء الله بإذن الله في بطولة كأس ملك تايلاند، واللي هتلعب أمام طاجكستان وأمام تايلاند أو الفلبين حسب المنافسات وحسب الأرقام إن شاء الله، ناس كتير اشتكت وقالت القائمة فيها غيابات كتيرة جدا، غيابات بالجملة. ويمكن أنا اليومين دول الواحد مش مركز قوي ومش مصحصح، لكن حقيقة أنا رجعت تاني لقائمة منتخب سوريا لقيت إن الوضع غريب فعلا. أسماء بالجملة، سيبك من عمر السومة وسيبك من عمر خريبين، ما احنا عارفينهم يعني، طبعا هم أبرز الغيابات بدون أي أدنى شك، لكن أكيد كلكم متعودين على غياب عمر خريبين، يعني ما بقيش جديد قوي إن انت تقول إيه ده هو عمر خريبين مش هيلعب. ما هو مش هيلعب عشان هو ما بيلعبش غير في البطولات الكبيرة والرسمية، اي بطوله وديه اي مباراه وديه حتى ولو كانت في الامارات ما بيلعبهاش، يعني هو قاعد في الامارات لو في ماتش سوريا والامارات مش هيلعبه. اما طبعا عمر السومه فوضع مختلف تماما، ربنا معاه، هو كل الصحف الخليجيه النهارده بتتكلم وبتاكد ان هو خلاص هيعتزل، يعني ان هو بيفكر بشكل جاد في الاعتزال، اعتزال كره القدم دوليا ومحليا، يعني مع المنتخب السوري ومع الأندية أيضا. دي أسماء مفروغ منها وإحنا عارفين أسباب اعتذارها ولهم منا كل التقدير والاحترام. وبالمناسبة أنا مش معنى كلامي إن أنا موافق على اعتذار عمر السومة، لكن على الناحية الأخرى هناك فعلا أسماء كتيرة غابت عن المنتخب السوري، ما ينفعش إن إحنا ما نقفش أمامها. وواضح إني خوسيه لانا عنده وجهة نظر، يعني عنده حاجة معينة عايز يختبرها في تلك البطولة، عايز يعرف ان هو من غير الاسماء دي هل هيقدر يكمل ولا لا. من ابرز الاسماء اللي غابت في بطولة كأس ملك تايلاند هو بابلو صباغ. بابلو صباغ سجله مع المنتخب السوري مش طويل، ولكن هو لاعب جاي مع هيكتور كوبر وبضمان من هيكتور كوبر، سجل هدف وحيد في بطولة الهند، لاعب مستوى كويس جدا في الدوري الكولومبي او في الدوري الارجنتيني، لكن بكل اسف ما لحقناش نتشبع منه، يعني ما شبعناش منه. بابلو صباغ عنده حاله وفاه، جده مات، وبالتالي صعب جدا ومستحيل ان هو يلعب مع المنتخب السوري، يعني امر لا يليق ان هو يلعب ويستمتع بكره القدم وجده ميت، الامر صعب جدا جدا، لذلك ده برضه هنطلعه بره الحسبه الى حد ما. ايضا من ضمن الاسماء اللي مش هتلعب في بطولة كأس ملك تايلاند ايماليانو عمور. وانا بالنسبة لي ايماليانو عمور استدعاه هكتور كوبر في البطولة الاخيرة في التصفيات، ما خدش فرصته، استدعاه خوسيه لانا في بطولة الهند وقدم اداء جيد. فكرة عدم وجوده السبب الاساسي هو ان اللاعب مش هيقدر يلعب في التوقف الا في التوقف الدولي، وبالتالي النادي اللي بيلعب معاه في الارجنتين مش هيسمح له ان هو يلعب مباراه وديه. سبب مقبول جدا من وجهه نظري المختلفه، واقول لكم على فكره الغيابات دي ازاي هتكون مفيده ان شاء الله باذن الله، ازاي الغيابات دي هتبقى مفيده للمنتخب السوري الاول باذن الله. طبعا ايضا عندنا من الغيابات مصطفى عبد اللطيف، والحقيقه ان مصطفى عبد اللطيف من الاسماء الكبيره جدا اللي ما ينفعش ان احنا ننساها، وهو لعب في بطولة كأس ملك تايلاند بالهند وسجل هدف، وأنا كنت من أوائل الناس اللي اتكلموا عن مصطفى عبد اللطيف. والسبب الأساسي إن مصطفى عبد اللطيف مش هيلعب الإصابة. خدوا بالكم مصطفى عبد اللطيف لاعب منتخب سوريا للشباب أصلا، هو حتى ما بيلعبش مع الأولمبي، فهو من منتخب الشباب مع الكابتن تامر حسن لمنتخب سوريا الأول مع خوسيه لانا، أكيد غيابه مؤثر بكل تأكيد، ولكن في النهاية اللاعب مصاب، عنده إصابة، وطبعا الإصابات بتزيد قوي في فترة اللعب، في فترة الأندية ما بتلعب مش في فترات التوقف الدولي. أيضا من الأسماء اللي غابت واللي أنا كنت أتمنى تواجده ومش عارف سبب غيابه إيه، علاء الدين الدالي. إزاي علاء الدين الدالي ما يلعبش؟ ما أعلمه أنه مش مصاب، وما أعلمه أن مستواه يعني دلوقتي بيمر بمستوى ضعيف و مستوى اقل من اللي احنا متعودين منه عليه. بدا يقدم اداءات كويسه في بطوله كاس ملك تايلاند بالهند، دلوقتي مفيش في الهجوم غيره يعني مهاجم صريح رقم 9 يعني، وبالتالي غيابه انا بالنسبه لي غير منطقي.
وكان متواجد في دورة الهند وكان بيقدم أداءات كويسة جدا. مين تاني غايب من اللعيبة؟ عبد الرحمن ويس. ازاي عبد الرحمن ويس ما يلعبش؟ اي نعم احنا عندنا اجناسيو ابراهام ومحمد الصلخاضي هيملوا ان شاء الله مكان عبد الرحمن ويس، ويمكن هو ده السبب الاساسي لعدم استدعاء عبد الرحمن ويس، ولكن انا لا ارى سببا منطقيا لعدم استدعاء عبد الرحمن ويس. ايضا من الاسماء اللي مش هتشارك، والسبب على الاغلب ان هو عنده مباريات في الدوري تقريبا التايلاندي او الماليزي بيلعب دلوقتي، وهو من ابناء الارجنتين، خليل الياس. خليل الياس بشكل رسمي اسمه مش موجود. وخليل الياس برضو انا من اللعيبة اللي ملحقتش اشبع منه. يعني خليل الياس ما لعبش في دورة الهند على ما اتذكر. خليل الياس لعب بس مع هيكتور كوبر في التصفيات الاخرانية، ولعب في كأس اسيا طبعا، ودلوقتي مش موجود. اين خليل الياس؟ علامة استفهام. قلت لكم مش هتكلم خالص على خريبين والسومة. انا مقتنع اقتناع تام ان كل واحد اختار سكيته. عمر السومة ربنا معاه، والراجل دلوقتي بيعد العدة زي ما بيقولوا للاعتزال، خلاص يعني بيعد العدة للاعتزال يعني، وربنا يوفقه ويكتب له كل خير ان شاء الله في خطواته المقبلة. هيوحشنا وهتوحشنا كورته، وهيوحشنا لعبه، وهيوحشنا مستواه، هتوحشنا هتافات الاهلي السعودي، وهتوحشنا هتافات المنتخب السوري، لكن سيظل عمر السومة بالنسبة لنا قامة وقيمة رياضية كبيرة. مش عايز عمر السومة في الاتحاد السوري، مش عايزه يبقى عضو في الاتحاد السوري، انا عايز عمر السومة يتفرغ للتدريب، وانا اعتقد ان هو لديه ما يقدمه ان شاء الله في عالم التدريب وفي عالم التحليل الرياضي وفي عالم الاعلام الرياضي ان شاء الله باذن الله. هل في غيابات تانية؟ اكيد في غيابات، يعني مؤيد العجان مثلا. مؤيد العجان لم يتم استدعائه، طبعا السبب واضح، هو ان احنا عندنا اغناسيو والصلخاضي وعندنا لاعبين اخرين، عندنا سيمون امين، عندنا لعيبه كتير هتشغل هذا المركز، وبالتالي مؤيد العجان غير موجود. اتمنى ان هو يكون غير موجود عشان نجرب اللعيبه الجدد بس، مش عشان مؤيد العجان عنده مشكله او عنده اصابه لا قدر الله، او هو مستوى اقل. لا، مؤيد العجان مستوى رائع جدا، رغم ان هو اكبرهم سنا في مركز ظهير الايسر، لكن هو اهم ظهير ايسر حالي للمنتخب السوري مع احترامي للجميع. يعني من ضمن الاسماء اللي غابت من وجهة نظري، او انا شايف ان هي غابت، انس دحان. انا مش متخيل فكرة ان انس دحان ما يلعبش مع المنتخب السوري الاول. والله كان يستاهلها، والله والله كان يستاهلها، يستاهل ان هو يلعب مع المنتخب السوري الاول، والفرصة دي كانت هتدفعه دفعة محترمة لقدام. لسه مخلص التصفيات اسيا للشباب مع الكابتن محمد عقيل، سجل اهداف رائعة وعدم عمل مستوى رائع، يدخل على طول مع المنتخب الاول، كنت هتاخد احلى اداء من انس دحان. لكن تعالوا نقول يمكن اللاعب قرر يستريح، يمكن خوسيه انا عنده وجهة نظر، ما اعرفش. لكن تعالوا نرجع لنقطة الصفر ونقول اني رغم كل المساوئ ورغم كل الغيابات الغير منطقية، يظل وجود سيمون امين وعودته للملاعب مرة اخرى امر طيب جدا، واللاعب اللي تم استبعاده لسنوات طويلة بشكل ظالم، سنتين او ثلاثة، سنتين ونص تقريبا، اخر مباراة لعبها مع الكابتن نبيل معلول وتعرض للإصابة، وحكيت لكم انا الحكاية كلها، حكاية الحذاء والإصابة وكده، والده لما زعل. لكن عاد سيمون أمين مرة أخرى، 26 سنة، لاعب عنده لمسة كده جمالية جميلة في كرة القدم، بس يا رب ياخد فرصته كاملة يا رب. أيضا فكرة وجود توبياس القاضي كمهاجم رقم 9 وحيد، عندناش ولا علاء الدالي ولا عمر خريبين ولا عمر السومة ولا بابلو صباغ ولا محمد ريحانية ولا محمود البحر ولا أي خالص، هو لوحدي هيشيل رقم 9 توبياس القاضي. هل هيقدر يشيل وهو 21 سنة؟ يقدر ان شاء الله، ان شاء الله يقدر، ويا رب يقدم مستوى كويس. لكن يعني اتمنى انه يستغل الفرصة، لان الفرصة دي ما بتجيش كتير، بطولة كاملة، 3 مباريات كاملة او مباراتين ورا بعض في بطولة دولية معترف بيها، انت هتبقى المهاجم رقم 9 الوحيد. طبعا سعيد جدا بوجود داليهو ايرانديست
اتمنى ليه كل التوفيق برضو، هيكون ان شاء الله اضافه كبيره للمنتخب السوري، ولمسه اللاعب مختلفه جدا، ويمكن انا مقصر في حق ده ليه، انا قدمت يمكن حلقه او اتنين او تلاته بالكتير عنه. لا ده ليه محتاج وقفه، محتاج بحث وراه ورا اهدافه ورا مهاراته. يعني على اي حال انا هتعامل مع التوقف الدولي الحالي ان في غيابات كتيره منطقي بالنسبه لمدرب لسه بيستكشف وعايز يجرب حاجات جديده، وجود لعيبه جدد زي اجناسيو او ناتشو او محمد الصلخاضي او استبان جليل وليس هدي اكيد هيأثر طبعا، لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله ان انا اشوف المنتخب في شهر 11 المقبل في التوقف الدولي المقبل، وعندنا مباريات وديه مفاجئه مش هتكلم عنها دلوقتي، يعني اتمنى ان انا اشوف المنتخب يكون كامل ان شاء الله باذن الله. اشكركم جدا على حسن المتابعه، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.